بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا يعني اسمحوا لي ارحب في البدايه بحضراتكم جميعا معانا النهارده، ويمكن انا عارف ان الشمس جامده شويه، فانا عشان كده مش هطول على حضراتكم، ولكن النهارده يوم سعيد جدا جدا ان احنا نبدا تسليم الوحدات في عدد من المشروعات الكبيره اللي بدات في مدينه العالمين، زي الابراج ومشروع داون تاون ومشروع مزارين وعدد والمدينه اللاتينيه او الحي اللاتيني وعدد وسكن كل المصريين. كل دي مشروعات الحقيقه بمختلف انواع وانماط الاسكان اللي اتبنت في مدينه العالمين. والحقيقه يمكن انا حابب ان انا ابدا ان انا اعتذر لحضراتكم عن التاخير شويه في التسليم، وده الحقيقه بمنتهى الامانه كان بسبب الظروف الاقتصاديه اللي مر بيها يعني العالم ومرت بيها مصر، لانها كانت فتره صعبه جدا، وكان هناك طبعا صعوبه اولا من وقت كورونا في استلام المعدات الكهروميكانيكا او الالكتروميكانيكال من اللي احنا كنا متعاقدين عليها، وجت بعدها حضراتكم كنتم متابعين الازمه الاقتصاديه وتدبير العمله، فالحقيقه يمكن ده هو اللي عطل شويه عمليه التاخير. ولكن طبعا في النهاية الواحد الحقيقة بيسعد جدا 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 وهو بيسلم العقود النهاردة في هذه المدينة. والمدينة دي يمكن انا قلت اكتر من مرة، ويمكن حضراتكم يعني سيادة الرئيس لما يعني شرفنا بمجرد اطلاق هذه المدينة، وكانت في بداية عام 2018، احنا كنا بادين قبليها العام اللي قبله على طول في العمل، يعني نقدر نقول بداية 2017 المدينة، احنا بنتكلم يعني فترة يعني 6 سنوات أو 7 سنوات قبل هذا التاريخ. هذه المدينة كانت منطقة يعني صحراء قاحلة، كان فيها مشكلة الألغام وإزالة الألغام لأنها كانت مسرح عمليات الحرب العالمية الثانية، فبالتالي الحمد لله ان احنا يعني نغير وجه التنمية والوجه اللي كانت عليه هذه المنطقة. اعتقد ده شيء في حد ذاته يثبت ان الانسان المصري قادر على كل شيء، وانا مش بقولها من مقابل الشعارات، ده الواقع اللي احنا اثبتناه في خلال الفترة الماضية، واللي احنا سعداء جدا بوجودنا النهاردة في هذه المدينة. وهنا تفلسفة يمكن زي ما معالي وزير الاسكان قال، احنا ما بنعملش مدينة صيفية، احنا بنعمل مدينة هتشتغل طول السنة، مدينة متكاملة. مش عايزين نكرر الخطأ اللي حصل على مدار عقود سابقة، ان كنا بنخصص اراضي الساحل كلها تبقى منتجعات صيفية او قرى يعني سياحية لفئات معينة، لا احنا بنتكلم على مدينة كاملة فيها كل حاجة، بدءا من المنطقة الصناعية، الخدمات الادارية، التعليمية، الصحية، السكنية، كل حاجة اللي يخلي هذه المدينة زيها زي اي مدينة تشتغل على مدار ال 12 شهر في السنة. وده اللي احنا بدأناه فعلا، وموجود قدام حضراتكم هذا الكلام. ومش كده وبس، احنا بنربط هذه المدينة بشبكة النقل الاقليمي والوطني من خلال محطة قطار الكهرباء السريع، وعندنا هنا مطار قريب يخدم هذه المدينة، بحيث فعلا هذه المدينة ان شاء الله هتبقى مقصد عالمي كمان للسياحة. ويمكن زي ما حضراتكم لاحظنا الحمد لله من خلال الفعاليات اللي بتحصل، حجم الجنسيات اللي بقت موجودة النهاردة في الساحل الشمالي الغربي وخصوصا في منطقة العالمين بقى حاجة تفرح، وان شاء الله مزيد من الحقيقة هيبقى عدد كبير من السائحين يجولنا في هذه المدينة. انا عايز بس اختم كلامي بنقطة مهمة جدا، ان برضو يعني للأسف دايما محاولة التقليل او التشكيك في اللي بتعمله الدولة، ان بيتقال ان هذه المدينة مدينة للأغنياء، ويعني بمنتهى الأمانة ويحاولوا التركيز على فقط موضوع الأبراج، بينما هذه المدينة زي ما شفنا مدينة ممتدة فيها كل فئات الإسكان موجودة، بدءا من السكن الاجتماعي، شقة 90 متر النمطية اللي الدولة المصرية بتنفذها لشبابها في كل حتة، سكن كل المصريين اللي بتبقى وحدة أكبر شوية 100-120 متر. ويمكن أنا كنت بتفقد هذا المشروع منذ أسبوعين أو ثلاثة، وقابلت واحد من السكان بالمصادفة يعني بالكامل، والراجل وقف وسلم عليا وشكرني وقال لي أنا بشكرك، لأن كان حلمي أن أنا يكون عندي أوضة في العالمين، النهاردة أنا عندي وحدة كاملة في منطقة كلها فيها كل حاجة، اللاندسكيب والخدمات، ده حلم بالنسبة لي كأسرة متوسطة أن أنا كنت أحصل على شقة بهذه الدرجة من الجودة وبالسعر المميز. أنا بتكلم هنا على نموذج مواطن عادي خالص بسيط موجود. الأهم إذا تابعنا
نمط التنمية اللي كان بيحصل في الساحل الشمالي من أول ما بتقول الساحل يا ساحل يا شمالي في سيدي كرير لغاية يعني ما نوصل لمدينة العلمين، الساحل كان مقفول على رواده، يعني كل قرية مفيش مواطن مصري بخلاف سكان هذه القرى كان يستطيع أن يقترب من الساحل بتاعها أو الشاطئ بتاعها. النهاردة احنا عندنا في مدينة العلمين كورنيش عالمي كل المصريين موجودين فيه، هناك شاطئ عام تم تجهيزه بقى موجود وبيخدم أي مواطن بغض النظر هو ساكن هنا أو لأ. الفكرة الشواطئ اللي هتبقى موجودة، كل ده النهاردة بنقول أن هذه المدينة متاحة لكل المصريين. أنا بس حبيت يعني أأكد مرة أخرى على التزامنا كدولة أن احنا إن شاء الله على مدار العام لغاية الصيف القادم هنسلم كل الوحدات اللي تم التعاقد عليها وتم يعني بيعها وهتبقى بالكامل، بحيث يبقى يعني أصحابها إن شاء الله ينتفعوا بيها بحد أقصى على بداية الصيف القادم. أنا بشكر حضراتكم جميعا وأتمنى لحضراتكم كلكم كل التوفيق، وربنا يبارك لكم في الوحدات بتاعتكم. يعني حضراتكم عارفين كويس قوي أن قيمة هذه الوحدات تضاعفت في الفترة الأخيرة، وده في حد ذاته استثمار ليكم، أن المبالغ اللي انتوا حطتوها الحمد لله النهاردة فعلا بتبقى حاجة يعني ربنا بيبارك فيها. ومرة أخرى كل الخير يا رب للفترة القادمة لمصرنا الحبيبة، وربنا يوفقنا جميعا، وبشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.